في ملفنا الأخير مشاهدينا، وحديث عن الزلازل. عافانا الله وبلاد المسلمين جميعا من الزلازل والكوارث. كان بالأمس هناك هزة أرضية شعر بها سكان فلسطين، تحديدا كان مركزها نابلس. هل هي نشاط زلزالي منفصل عما جرى في تركيا وسوريا أم ماذا؟ الجديد أنه اليوم أيضا قبل ربما ساعتين إلى ثلاث كان هناك هزة أرضية ضربت الأراضي الفلسطينية بقوة 3.3 على مقياس ريختر، وكان مركزها نفس مركز هزة يوم أمس. للحديث حول هذا الموضوع ينضم لنا الدكتور نجيب أبو كركي، أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل بالجامعة الأردنية. دكتور نجيب مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. حديث عن هزات أرضية ربما متتالية كل أكم من يوم أو يعني يفصل بينها ساعات، تحديدا في الأراضي الفلسطينية يقال بأن مركزها في نابلس، هل هي مرتبطة بما جرى في زلزال تركيا وسوريا أم ماذا؟ لا يمكن الجزم، ولكن أستبعد ذلك بكثير، لأنه في الواقع يعني هذه المنطقة وهذا الصدع وهذه القوة من الزلازل تحصل في الواقع بزلازل بتركيا أو بدون تركيا، وهي تحصل يعني كل بضعة أشهر مرة بهذه القوة. المنطقة نفسها اللي حصل فيها هذا الزلزال، وهي ليست بالمناسبة يعني مركزها نابلس، لكن نابلس كانت من المدن القريبة لها على بعد 17 كيلومتر على ما أعتقد. أتصور أن مركزها سيكون على صدع، وهو صدع الكرمل وادي الفارعة الذي ينطلق يعني من وادي الأردن وحتى حيفا. وفي الواقع هذا الصدع يعني معروف بهذا النمط من الزلازل، حتى أقوى بقليل من هيك ممكن، لأنه حصل في 24/8/1984 هزة كان قوتها 5.2 وتبعها مجموعة برضو من الهزات تقريبا عدد قليل لكن 7-8 إلى آخره من قوة 3 بهالحدود في نفس الفترة اللي هي شهر 8/1984. بعد ذلك انتقلت الهزات الأرضية إلى منطقة وادي الفارعة في جزئين منها، في طوال شهر نوفمبر تقريبا حصلت مجموعة يعني من 20-30 زلزال كان أقواها بحدود 4، وثم بعد ذلك انتهى المطاف بهزة في 25/1985 كانت من الجهة الأخرى اللي هي في من وادي الأردن، يعني عمليا في منطقة الأردن، وكان قوتها 4.5، وثم توقف هذا النشاط. إذن هذه المنطقة يعني لها نشاطها الخاص الذاتي، وهي صدع ثانوي بالنسبة للصدع التحويل الأردني. هي ليست حدود صفائح، لكنها تتأثر بما يحصل على هذه الحدود، وأحيانا يحصل بها هزات من هذا النوع. نعم، يعني احنا عشان نطمن، يعني هل يمكن القول بأنه نشاط زلزالي طبيعي أم ماذا؟ طبعا هذا زلزال يعني، وكل زلزال هو طبيعي في النهاية، لأنه يعني يستجيب إلى التوازنات اللي بتصير في القشرة الأرضية في الغلاف الصخري. ومنطقتنا يعني هذا نمطها، كل بضعة أشهر بصير عندنا زلزال من هذا النوع قوة 4. طبعا هذا يعني لا يؤذي، لا يدمر، إذا كان قريب جدا من مواقع مأهولة وآيلة للسقوط ممكن يأثر شوية فيها، ولكن هذا ضعيف بالنسبة للزلازل المدمرة. يعني نحتاج 1000 زلزال من هذا النوع حتى نعمل زلزال قوته 6، اللي هو يعتبر أيضا متوسط بالنسبة للزلازل، لا يقارن بما يحصل في تركيا بالمرة، لأنها بيئة أخرى ومقياس آخر تماما، يعني نط درجات عديدة في الخطورة الزلزالية عندما ننتقل إلى الشمال عموما حتى تركيا. بطبيعة الحال العلم عند الله، ولكن هل نحن أمام هزات أرضية مشابهة مستقبلا؟ طبعا شكرا لتذكيري، لأنه في ناس كثير حساسين للموضوع. كل شيء من عند الله عز وجل، وكل شيء بقدرة الله، وهو القادر على تغيير كل شيء، وما أوتينا من العلم إلا قليلا. في الواقع يعني كما ذكرت، هذه الهزة يحصل منها كل بضعة أشهر مرة واحد من هذا النوع، أقوى قليلا كل 2 زمان، أقوى بأكثر كل 10، حتى نصل إلى تقريبا درجة 6 بالمعدل، كل 100 بصير واحد بالمعدل. بالمعدل معناها أنه مش منتظم هذا الكلام، يعني قد يحصل زلزالين بسنة واحدة من هذا النوع، ثم بمر 200-300 بدون زلازل وبيحصل زلزال، بصير هيك في خلال 300 على 3 زلازل بالمعدل
كل 100 سنة زلزال، لأنه في ناس في الواقع يعني يلتقط هكذا معلومات سريعة ويبدأ بالحسبة متى كان آخر زلزال ويبدأ يحط كتالوج متى سيحصل الزلزال القادم. هذا في الواقع تشويش وإشاعات وأحيانا يعني من مصادر غير موثوقة ولا تعلم بماذا تفتي يعني في هذا المجال. نحذر من أنه يعني نسمع إلى هكذا كلام، لأنه في الواقع يعني الإنسان بيكون بشكل طبيعي يعني مهيئ لأن يقلق، وبصير بيشوف ما الذي يحصل في المناطق الأخرى بيبدأ بيزيد قلق، ويأتي من يعمق هذا القلق بأفكار من هذا النوع. والأفكار المجانية كثيرة في هذه الأيام، أي فكرة نريد أن يعني نقولها فيما يخص الزلازل يجب أن تكون مدعومة بدراسات وحقائق وبعض البيانات التي تؤكدها، لكن بوجود الإعلام والمنتشر بشكل كبير جدا يعني أصبحت المعلومات متضاربة ومتوهة، والإنسان بطبيعته يعني قد يكون أحيانا إذا كان متشائم يقع ضحية هذا الأذى النفسي اللي ممكن يحصل عليه، وإذا كان متفائلا بتوكل على الله و يعني يقتنع بالكلام العلمي إذا كان ذلك ممكنا. الكلام العلمي الذي ذكرته دكتور يقول بأنه بالمعدل كل 100 سنة في زلزال. أنا فيما أحسب أو فيما قرأت كأنه 1927 كان هناك زلزال في نابلس. نعم، بس هذا لا يعني مش ليس في نابلس، هو ما بين نابلس والسلط في الواقع في وادي الأردن. هذا لا يعني أنه نستنى سنة 2027 وخلص رح نأخذ تيكت زلزال، لا يا عزيزي. في مرة من خلال يعني ملفات الزلازل اللي درسناها يعني في فترات 300 سنة بدون أي زلزال، وفترات في نفس السنة 1759 مثلا زلزالين، واحد قوته 7 وواحد قوته 6.5، وذلك تقريبا في جنوب لبنان، غرب سوريا عمليا جنوب لبنان، وأثر على المناطق الأردنية وأثر بشكل كبير على صفد وعلى مناطق من هذا النوع يعني شمال الأردن. 1759 إذن زلزالين بخلال شهرين، واحد بشهر 10 وواحد بشهر 11، ثم بعد ذلك يعني عمليا هدوء لفترة طويلة نسبيا. 1836 حصل برضو زلزال في نفس المنطقة تقريبا اللي هي منطقة صفد وأثر عليها بشكل كبير، ثم بعد ذلك 1927، ومن 27 انتقل يبدو النشاط هذا إذا أردنا أن نعتبر الصدع الأردني وحدة واحدة إلى 22/11/1995 بزلزال العقبة أو زلزال خليج العقبة، اللي هو عملياً أقوى ب30 مرة من زلزال الطين الذي سبب 324 ضحية، معظمهم في نابلس وثانياً ثم بعد ذلك السلط، لكن نتيجة وجوده يعني على بعد 80 كيلومتر من العقبة لم يؤدي إلى خسائر كبيرة، أدى إلى 10 قتلى في 4 دول حوالين هذا الموقع، معظمهم كانوا في دهب في مصر، و 69 جريح. الخسائر اللي كانت في الأردن نتيجة ذلك واحد فقط يعني كان أصيب بالهلع وقفز من بلكونه وتأذى يعني نتيجة ذلك. طب الله يا دكتور، فاسألوا أهل الذكر ونحسبكم من أهل الذكر في هذا المجال. حساب كان قد توقع لأحد العلماء حدوث زلزال تركيا، ما لفتني فيه أنه كان يتحدث عن إشي بسميه هندسة قمرية حرجة تزامنت مع زلازل كبرى ومن هالحكي، هذا علم ولا تخرصات أم ماذا؟ وهو طبعا ربطها أنه 1741 صار زلزال في تلك المنطقة، وطبعا تكلم عن ارتباط وثيق بين حركة الأجرام السماوية المريخ وأورانوس ما أدى إلى هندسة قمرية حرجة، في منه هالحكي؟ ضعيف جدا وغير منطقي أبدا، أثير كثيرا حتى من خبير بين قوسين أردني هون في سنة 2005، نتذكر لما تنبأ بأنه راح يصير في 28/9/2005 الساعة 21 دقيقة بالليل ولخم البلد لمدة 3 أشهر وبعد ذلك لا شيء. خلينا نفكر بالموضوع منطقيا، إيش هو الانتظام اللي بيحكي عنه؟ يعني إذا كان قادر هذا على أن يحرك صفائح، فلماذا لا يشلع البشر ويخلعهم عنده؟ هذا سؤال يعني. تأثير شاحنة على الأرض أكبر من تأثير ربما معظم الكواكب البعيدة نتيجة بعدها. إحنا نعرف أن الجاذبية هي تناسب عكسي مع مربع المسافة، كلما ابتعدنا شوي بتقل الجاذبية بشكل كبير جدا. فحقيقة ما ذكروا هذا في أكثر من شيء ملفت للانتباه، في بعض الفيديوهات اللي طلعت لقاءات معها يعني أشك تماما بأنها مفبركة وموجهة تماما، سيما وأنها يعني في هذه بالصدفة تتحدث عن فلسطين
ما بتتوجه لأي ناس آخرين يعني، لأنه مصمم هذا بالذات إلى جمهور معين يعني. فأنا أرجو الحذر في هيك حالات يعني. بعدين الكلام اللي حطه على تويتر يقول فيه أنه إن آجلا أو عاجلا سيحصل زلزال في هذه المنطقة، هذا ليس تنبؤ. أنا أقول أنه إن عاجلا أو عاجلا سيحصل زلزال يعني على كل صدع زلزالي في العالم. الزلازل والصدوع يعني تبقى لفترات طويلة جدا نشطة، تقدر بملايين السنين وهي نشطة. وبما أنه ولكل زلزال خصوصيته وشخصيته ومواصفات التي تجعل بأنه يستطيع أن ينتج طاقة زلزالية بحد معين، تتفرغ شيئا فشيئا بواسطة الزلازل. بعضها السرعة عليه عالية وإمكانيات تراكم الضغوط عالية يسبب زلازل كبيرة ومتقاربة، هذا كما يحصل في مناطق التصادم في تركيا. لكن في مناطق أخرى بتكون الظواهر هي ظواهر انزلاقية وسرعات خفيفة قليلة، صدع كسول يتطلب فترة زمنية طويلة حتى يجمع طاقة زلزالية وتخرج على هيئة زلازل، كما هو الحال يعني عندنا. احنا لا ننتهي بانه عندنا من الممكن احيانا اذا جاء عندنا زلزال متوسط وكان وضعه يعني ظروفه سيئة بالنسبة للسكان، قريب من مناطق مأهولة، قريب من مناطق بنائها سيء الى اخره، قد يسبب مشاكل. طيب يعني اخيرا دكتور، امبارح كان في زلزال هذا اللي حكوا عنه وقلت انه قريب كان مركزه من نابلس، واليوم كان في ايضا هل هي هزات ارتداديه ام انه يعني ممكن يكون مقدمه لشيء؟ طبعا هذا صحيح، مع حق انه يعني يمكن ان يكون مقدمه لشيء، لكن هاي الحاله النادره. اذا كان بده يكون مقدمه لشيء معناها لازم يكون في عندنا ضغوط واجهادات كبيره في هذيك المنطقه قابله لانها تفلت. وحقيقه بما انه لسه في سنه 1984 كما ذكرت يعني حصل فعاليات اكبر بكثير من هذا ابو الاربعه، يعني حصل شيء يعني يعادل ما لا يقل عن 200 زلزال من هذا النوع في سنه 1984، لكن توقف الوضع عند 5.2 بالعشر اللي هي كانت من اوائل الزلازل في هذيك المنطقه، وهي تقع يعني ما بين حيفا ووادي الاردن في على صدع الكرمل وادي الفارعه. هذا صدع يعني ربما تكون إمكانياته بهذا الشكل، إذا كانت أكثر بقليل يعني لو كانت 5.5 ولا 5.6 بالعشرة قد تؤثر على المناطق المأهولة هناك والتي تشكو من مشاكل جيولوجية موضعية. أعطيك مثال عليها وأهميتها. على سبيل المثال في قرية صغيرة جنب الناصرة في فلسطين اسمها الرينة، هذه كانت يعني تذكر بأنها تدمر بالزلازل في كل مناسبة. أرضها البناء على أراضي يعني غير مناسبة للبناء، بينما الناصرة بجانبها على بعد كيلومترات منها ما كانت تتأثر بنفس التأثير. أيضا المناطق اللي فيها تأثيرات موضعية في فلسطين منها الرملة ومنها أيضا نابلس وسطها، يعني في منطقة في نابلس فيها هذه الظاهرة، وإذا حصلت زلازل بتكون مؤهلة لأنه يحصل فيها إشكالات. لا أعلم يعني هل بعد زلزال فلسطين 1927 أعيد البناء بنفس المنطقة ولا أنهم انتقلوا إلى مناطق أخرى جبلية مثلا أو صخرية بحيث أنه تقلل من تأثير هذا العامل بالذات العامل الموضعي، لكنه موجود في كثير من المدن ويعتمد على ما هي نوع الأساسات التي موجودة في المنطقة. هذا له تأثير كبير جدا، يعني بعض أنواع الصخور تركز الموجات الزلزالية وبعضها تمتصها تخمدها، وهذا في الواقع دور الهندسة المدنية ودور برضو تخطيط المدن واستعمالات الأراضي أن تحدد ما هي الأراضي المناسبة للبناء وما هي الأراضي التي يجب أن يكون البناء فيها مقننا ويكون يعني للأغراض التي لا يعني لا تسبب إشكالات في المستقبل. البنية التحتية لدينا يا دكتور مهيئة للتعامل مع هذه الظواهر؟ والله البنية التحتية عندنا أنت بتعرف آخر زلزال حصل عندنا سنة 1927، إذا هذه لم تمتحن بأي زلزال. من الظاهر يعني في عندنا ظواهر يعني مطمئنة وفي ظواهر ربما تكون غير مطمئنة. ما هي؟ عندنا المهندسين يعني يبالغوا في الحديد، يبالغوا في كذا، كانوا دين فترة اثنين، طبعا هذا بيكلف صاحب البناء مبالغ أكثر، لكن من ناحية يعني بيخلي البناء أقوى نسبيا، أقوى بالتأكيد مما شفنا في تركيا. يعني في بعض الحاجات زي البسكوت بتكون قاعدة بنشوف أن المبنى كله ينهار. الناحية غير المطمئنة أنه إذا مشينا في اتجاه العمل التجاري في هذا المجال والغش أيضا والمصنوعية السيئة، السرعة، استرخاص الأمور،
إعطاء التصاريح يعني بدون تحقق وبدون إذا طلبنا تحاليل وفحوصات للأساسات أن نقبل أي شيء يعني حتى ولو لم يجرى، إذا اهتمينا في أن تكون الأوراق بحالة جيدة ما تكون على الواقع بحالة جيدة، في هيك حالات يمكن أن يكون في أوضاع مقلقة إذا صار في زلزال ذو قوة كافية كي تتعامل مع هذا. الشيء المطمئن بالنسبة لمنطقتنا الأردن وفلسطين، وهذا نتيجة رسالتي للدكتوراه يعني وأبحاثي اللي أجريتها في فرنسا حول هذا الموضوع، وهي في الواقع يعني غيرت تقريبا من الفكرة السائدة. كانت الفكرة السائدة كانت سابقا تعتمد على يعني المصادر الدينية القديمة التي الدينية بحكي عن كافة الأديان، بديش أحدد يعني أي دين، بعضها كان يعني أحيانا لما يصير زلزال صغير يبالغ بشكل كبير حتى يحصل على دعم من الجهات المعنية باسم أنها هذه الأرض المقدسة في بعض المناطق وأمور من هذا القبيل. لكن النتيجة الأساسية بالنسبة لرسالتي للدكتوراه تقول ما يلي، أنه منطقتنا في الأردن وفلسطين لم تشهد شدة زلزالية، وهنا يجب أن نميز بين الشدة والقوة. الشدة هي مقدار الدمار اللي حصل مقياس من 1 إلى 12، لا يجب أن نربط بكلمة شدة رختر أبدا، لأنه رختر يعني الطاقة التي تفرغت في البؤرة الزلزالية ونعبر عنها بالمقدار الزلزالي أو القوة الزلزالية، وهو يعني رقم عمليا كعلاقة رياضية يمكن أن يكون سالب ويمكن أن يصل إلى 8 وشوية كرختر يوقف هناك يعني. لكن لهذا السبب اخترعت أو ابتكرت مقاييس جديدة، منها مقياس بنسميه مقياس كناموري كالذي قيس عليه 7.8 بالعشرة، يصل هذا قد يصل إلى 9.5، أقوى زلزال يعني كان في العالم 9.5 سنة 1960 في تشيلي بمقياس كناموري كما ذكرنا. علم الزلازل بتطور. لا، النقطة التي ذكرتها أن المنطقة في الأردن وفلسطين لم تشهد شدة. شكرا للتذكير. الأردن وفلسطين يعني لا يوجد فيها منطقة أصيبت بشدة أكثر من 9 حسب مقياس ميركلي. ما معنى هذا؟ معناها أنها ضمن الإمكانيات أنه إذا بنينا بشكل جيد ومدروس ومقاوم للزلازل نستطيع أن نتلافى معظم المشاكل الزلزالية. هذا لا ينطبق على مناطق أيضا موجودة في الخريطة اللي أنتجتها لهذا الموضوع. تميز 3 مدن منها حلب وأضنا في تركيا التي شهدت شدة قد تصل إلى 12. يعني مهما بنى الإنسان ومهما احترز سيتدمر المبنى، لأنه في الواقع هذا يعني أنه قد تسيح الأرض تحتهم وعمليا يغوص البيت أو أنه يسوى بالأرض كما نلاحظ. فإذا لو اعتنينا بالبناء بشكل جيد نستطيع أن نتلافى معظم مشاكل الزلازل في الأردن وفلسطين. جميل، شكرا دكتور نجيب أبو كركي على كل هذه المعلومات ويعني والتوصيات أيضا المتعلقة بالبناء. دكتور نجيب أبو كركي أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل بالجامعة الأردنية، شكرا جزيلا لك. حفظ الله الأردن وفلسطين وسائر بلاد المسلمين، وحفظ الله الإنسانية عموما. إلى هنا مشاهدينا أتينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.